استضافة جمعية رجال الأعمال البحرينية سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة في المنتدى الذي عقدته الجمعية، ليكون متحدثا رئيسا في حوار مفتوح بعنوان مبادرة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين آفاق واعدة. وخلال المنتدى استعرض الدكتور ميرزا عددا من المحاور المهمة في مشاريع وإنجازات مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة، وتحدث عن المبادرات التي من شأنها التحفيز في هذا المجال من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين وضمان استدامة الطاقة للأجيال القادمة. كما استعرض ميرزا الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث وصل مجموع الاستثمار في هذا القطاع إلى ما يقارب 170 مليون دولار حتى الآن. كما استعرض المشاريع القائمة أو تلك التي يتم تنفيذها في مملكة البحرين حاليا. كما ذكر ميرزا بأن هناك 22 مبادرة يتم العمل عليها لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها للوصول إلى نسبة 6% بحلول عام 2025، بما سيوفر على الحكومة الموقرة مبالغ تصل إلى 230 مليون دينار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في هذا المجال الواعد. نعمل على موضوع طرح مناقصة الآن طرحناها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على 8 مدارس حكومية بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم. وهذه المناقصة طرحناها في 23 يناير من الشهر الماضي، وتقدموا لها 37 شركة على أساس أن التمويل يكون من طرف الشركة الفائزة، هم اللي يأخذون الموافقات، هم اللي يركبون الطاقة الشمسية. في فرص كثيرة الآن في خلق فرص للعمل في المحافظة على البيئة، في الكلفة تكون أقل، في طاقة مستدامة، وفي إقبال كبير من الناس الآن بعد التوعية اللي صارت على الطاقة المتجددة.